متابعين معكم مشاهدينا ومع موضوع جديد مع ريما بجاني. بنحكي معها عن الولد المدلل. اهلا وسهلا فيك ريما. بنرجع نذكر المشاهدين اذا اكيد حابين تشاركونا بهالموضوع، ناطرين اتصالاتكم على الارقام اللي عم تظهر قدامكم باسفل الشاشه. ريما، بس نحكي ولد، نقول عن ولد مدلل، شو يعني؟ اجمالا كلنا مندلل اولادنا، بس نحن هون عم نحكي عن اي دلاله. فاذا مثل ما قلت، كل اماتنا واللبنانيات خاصة بدهم يعطوا كثير عاطفة واهتمام. هون بدنا نسميه لانفون غاتي، لانفون غاتي يعني كل شيء مفرط مفرط، فوالا كل شيء صار زيادة عن حدوده. هون رح ناخذ شقين، رح ناخذ الشق العاطفي يعني الام وقتها تهتم بولادها، ورح ناخذ كمان الشق المادي وقتها نكون عم نشتري اشياء لنجيب لهم اغراض. قد ايه قادرين نروح كثير بالاغراض عم نشتري لهم اياها. فاذا شو يعني انفان غاتي؟ هيدا الولد يلي ما في شيء، ما عنده، لا شو ما بده الاهل بيقولوا له ايه. رح نبلش بهذا الكتاب. مسمح له كل شيء، مسمح له كل شيء. نحن حكينا بحلقاتنا السابقه عن كيف بمحلات لازم نقول لا لو اشياء صغيره، بس بنعرف هون في ليميت. اليوم رح نحكي وقتها ما نقول هيدا لا شو بيصير في عنا مشاكل من وراها، وين بيوصل هيدا الادولت، هيدا الولد رح يصير بكره رجل ناضج او امراه راشد. ناضجه، شو عن راشد، شو عنده مشاكل حملها معه من ورا هذا الكاركتر. هون بدهم ينتبهوا الاهل اوقات ما بدون ما ينتبهوا على حالهم، خاصه الاهل يلي هن ازاي يعني مرتاحين، فوالا مرتاحين ماديا، ما بقى بيقدروا يعملوا كنترول، ما بقى بيعرفوا. مشان هيك اليوم النصائح رح تمرق، يعني تقريبا رح اعطي كذا نصيحه للاهل كيف لازم يتصرفوا مع الاولاد بكل المراحل. بنبلش بالصغار. الشق العاطفي مهم. الام نحن بنقول كيكوف، مثل يلي حاضنه اولادها كل الوقت، عم تعطيهم كل وقتها كل حنينها، بس هذا الحنين نرجع بنعيد المفرط يلي بصير زياده، يلي ما بيقدر من وراء الولد يتحمل المسؤوليه، يلي بصير هي اللي عم تعمل له كل الاشياء، هي اللي عم بتلبسه، هي اللي عم تعميه، هي اللي راكده وراه، هي كل الوقت عم تهتم فيه. هون عم نحكي على الولد الصغير، هذا الولد اللي بيقلب وبتركض الام دغري عليه، او بتعمل رياكسيون كانه بتعمل رياكسيون كانه خربت الدنيا. فوالا من نحن والصغار الام بدها تعطي، تبلش تعطي اسباس لكل ولد حسب قد ايه. تنقول ولد الصغير السنتين ثلاث سنين هالقد صغير رح تبلش تنقول ماشي، بتتركه ماشي بالبيت، اكيد مش ماشي على الطريق وتركته. أكيد، أكيد، أكيد. ماشي بالبيت تتركه شوي، عارفه ما في شيء معقول ينأذى فيه، تفركش شوي، بدها تحكيه برافو ماما فيك توقف. هون وقت اقول الاهتمام المفرط، حتى اذا كان بحاجتنا، لانه مثلا اذا وقع زياده شوي حتى نجي بطريقه طبيعيه، مش نعمل رياكشن كبير يعني. كثير في كاريكاتير هلا قريتها بهذا الموضوع، انه ولد جرح ايده، بالنسبه له جرح صغير، بالنسبه لبيه ما في شيء ابدا، بالنسبه للام كارثه كارثه، انه كانه انقطش اصبعه وقام، مثل ما بيكون جرح صغير. خلينا هيدا اللي عم نحكي عنه. نعم، خلينا ريما ناخذ اول اتصال معنا. الو الو اهلا وسهلا فيك مدام. اهلا وسهلا فيك، تفضلي. الولد لما الولد لما ابنه مدام، لو سمحتي بس بدنا نعذبك توطي صوت تي في وتسمعينا بس من خلال التليفون. اوكي تفضلي. الو تفضلي مدام، عم نسمعك. كيف الولد لمن بينهرق كثير كثير؟ نعم. كيف بده يعمل الواحد ليقدر يخليه يقتنع يتصرف معه؟ ايه نعم، شكرا لاتصالك. رح انقل للشق الثاني، للشق نعم. المادي، لانه هو مبدئيا هون بتفوت كثير القصه بتنتزع. يعني بحلقات سابقه مثل ما قلت، قلت اوقات فينا نكون جايبين هالقد، يطلب الولد اخر شيء شغله كثير صغيره، بدنا نقول له لا. بدنا لانه هو صار وقت نقول لا، مش على قيمتها. في اهل بيقولوا طب ماشي الحال، حتى نحط حدود على فعل الطلب. صح، انه مش بس نطلب نطلب، يعني مش كل شيء انا قادر احصل عليه. نحن بالحياه كلنا بمحل وقتها كانوا اهلنا كثير مغنجيننا وهيك وعفينا عن هذا العالم الخارجي يلي فيه كثير مصايب، وفي ديجا بيفقدوا الامل، يعني ديسابوينتد بيكونوا، بصير امور معهم خيبه امل، خيبه امل. فولا هيدي كيف تحضر لها انا؟ اذا كنت عايش كل الوقت انا ب لا في ان روز عم بحصل على كل شيء، عم بحصل عليه وكذا، واول مره تجربه
وصلت فيها بالحياة بعمل شوك. بعمل شوك في ناس تعمل شوك كبير ويمكن ما بقى فيه بقى يعمل شيء بالحياة. يعني أنا لمصلحته مش هيك على طول بقول التربية بدي أطلع لبعيد. أنا لمصلحته بدي حضره كرمال بعدين بس مش ديسبسيون إنه كسر له الدنيا إنه العالم بالمرة وبيقرف ما فيك توثق بحدا وقيم الأيامة. كيف في أعملها؟ أول شيء مش كل طلباته أوامر صح، لأنه هون المشكلة بتصير. انفان غاتي ادول تيران، يعني هذا المتسلط. حتى وقت ما بيمتى تيصير ادول تيصير متسلط، بتبلش التسلط من هو صغير. بنشوف هيدا الولد يلي اذا ما حصل على اللي بده اياه بيصرخ، بيعيط، بيفرض حاله، هلا بده الشغله، بيعطي اوامر. بنلاقيه ولد صغير هالايام صار كمان بريكوس اكثر. مع سته وجده كمان بيعمل هيك. مش هيك واصلين لبارت التيتا وجده كمان لازم يعرف. فوالا ايه وبيلبط بالارض. وبيعطي اوامر وانا بدي اياها وما بيغير رايه، هون المشكله بتصير. مشان هيك تحضره انا بالاول انه لا سوري طلباتك مش اوامر، في اشياء فينك تحصل عليها في اشياء لا. ياما بنشوف اهالي تنروح السوبر ماركت بنلاقيهم مثلا من الشغله علبه جايبين او مثلا من الشوكولا كذا واحد، لا ما عليه فينا نروح على السوبر ماركت، صاروا متليين البلد، ناخذ اشياء صغيره تيعرف اول شيء قيمه كل شغله، تيعرف انه انا باخذ وقت او شيء تا استلز فيها، لانه بصير هيدا الولد كمان المصيبه الثانيه ما في شيء بعينه يمكن ما بطل شيء يستحليه وبصير تعيس، لما بصير عنده لذه بشيء خلص. اذا عنده كل شيء ما بقى عنده هيدا، ما نحن وقت نكون مثلا بدنا سياره جديده بتعرفوا اول ما بلشنا نسوق كذا بدنا سياره، محمسين بدنا السياره، تجي السياره تجي السياره، بعد فتره خلص صارت السياره هون، صار ما استحلي شيء ثاني. طيب اذا انا عن عمر صغير عندي كل شيء ما بقى عندي شيء استحليه، صح عن جد عم بقضي عليه، عشان اجيب لهم طياره خاصه وهيك عادي عادي خلص. وانا عم باذيه لانه هو بطل عنده هيدي الرغبه، بطل في شيء بيقدر يرضي. فاذا الولد يلي هالقد صار بده كل شيء ومتطلب، بدنا نبلش نحط له حدود من هو صغير. مشان هيك بنشوف كثير انحرافات كمان. رح نتلاقى اتصال ثاني. الو الو بونسوار. بونسوار يا هلا، مين معنا؟ يعطيكم العافيه، يعافيكي، تسلمي، يا اهلا وسهلا. الا المنظر بالزين الله يعطيها العافيه. ليك الولد في مثل بنقال، ابنك كيف بتربي وجوزك كيف بتعودي. هيدا مثل لبناني يعني ختياري كانوا يقولوه كمان بجمله. ليك الولد انا ما بلومه، انا بلوم الاهل، لانه الغنج حلو بترتيب، مش انه بدلع وبكل شيء شو بيطلب بده، لانه اذا ما ردعتيه من هو صغير ما فيك ترضعيه من هو كبير. لقلك شغلة، في مثلا سرق ولد شغلة، تجي الماما يتقبرني، ايه معلش يا حبيب قلبي هيدا، لا بعلمه انه هيدي مش لإلنا لو شو ما كان، لانه اللي بيسرق البيضة بيسرق الجبل، واللي بيطلب الغرض من امه كل ساعة وكل نق 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 هيدي من ورا الاهل، لانه حلو يعني حلو الولد يعطوه كل شيء. واصلا شغلة حلوة انه ما يكذبوا مع الولد، يعطوه يضلوا صادقين مع الولد الامات بكل مفهومية، لحتى ضل الولد عنده ثقة بامه وببيه، ومش كل ما طلب شغلة يأمنوا له إياها فيهم بطريقة حلوة مرتبة. إنه لأنه في شخص أنا بعرف ولد يعني هدايا ما تصور قدي، حتى رجع أخذوا بيو على مطرح مش رح نسمي الاسم، كله 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 قلو لا ما في ما فيها هودي كله عندي من عندي. قال له صاحب المحل لكن خد ابنك خده، لكن ما زال مش عم يعجبه شيء، كل شيء في عنده خلص هون النهاية. وبالنتيجة ألا شغلة للولد ترضي وأكبر شغلة ما بترضي، أنا هاي بنتيجتي. وميرسي لك مونسيل بالجين والله يعطيك العافية. شكرا على ما دخلتك مدام، فعلا مثل ما عم بتقول شغلة صغيرة بتكون يمكن بالنسبة له بتعني أكثر من هي يعني الكبيرة والصغيرة هي ذاتها بالنسبة له. فولا مشان هيك هون رح كمل من حديث المدام وفوت على نقطة معنا اتصال. أوكي ما تصور. يلا بناخذ الاتصال. ألو الو اهلا وسهلا فيك، تفضلي. بونسوار. بونسوار. مدام انا بدي اطرح سؤال القلب اللي عم بتقولوه، ولد ما بيهتم لشيء، شو بدك تلبس حيالله، شو بيشتري لك حيالله، شو بتاكل بدك اياه، ما عنده اهتمام لشيء، شو ما كان بيقنع وبيمشي. نعم. قد عمره؟ هالشي مش من هلا، يعني عمره هو كان من السبع سنين ست سنين وهلا صار عمره 10-11 سنة، يعني مفروض ولدنه يهتم شو بيلبس، ما بيهتم. نعم، شكرا لاتصالك مدام.
شكرا لك. اوكي لا ضروري بده يبلش يبني شخصيته، اكيد هو يكون عنده رايه. نحن بالعكس كنا عندنا مشاكل الاولاد وقت يصير بدهم يلبسوا مثل ما هن بدهم ما بيردوا على اهلهم. بكون متكل يعني بتكون الام هي مع عودته ان هي تعمل له كل شيء فمتكلة عليها ومريح حاله. صح وشخصيته هيك. اوكي. بيريح حاله. اوكي هلا كان فينا نسالها السؤال انه اذا عنده غير اهتمامات، هلا اذا عنده غير اهتمامات هو بياخذ فيها قرارات منيح. انا هون بهمني بس شغله واحده انه بعدين ياخذ قرارات بالحياه، مش بكره مثلا اي جامعه ما بعرف او شو الدومين بدك تعمله ما بعرف، هون بتصير القصه. فوالا اذا قصه بس التياب كذا تزمط بركة، بس اذا في عنده اكتيفيتي عم يعملها غير اشياء ماشي الحال، اذا لا ايه لازم نشتغل على الموضوع. في يكون ما له جلاده كابب كل المسؤوليه على حدا ثاني، ساعتها رح يضل كببها على حدا ثاني، وهون بدنا نشتغل على الموضوع. يعني يكون عنده بليزير بشيء. صح اكيد. صح. حلم يعني بدي يحققه. فاذا ايه مثل ما كنت عم تحكي المدام بالاتصال اللي قبل انه شوي انا فوت بقصه القيمه لفالير، نحن ما نبين لاولادنا قيمه الاشياء، كيف نبين لهم اياها؟ بين الاشياء انه نحن وقت نعطي كثير مهم وقت اعطي اغراضي، اكيد بده يكونوا بعضهم منيح، وفي عالم ما عندهم قدره بيكون ما عندهم هالقدره يجيبوا الاشياء، فينا نعطي لعبنا او ثيابنا الى قيمه الان معنويه. صح. انه ايدي لالي انا عم بتخلى عن شيء لالي تعطيه لحدا ثاني، والولد بتعرفوا قد بيبقى معلق باغراضه، ما بيقدر يستغني عن شيء. صح. انا بروح ابعد من هيك كمان، وقت اخليه يروح ينقي شيء يشتري لحدا تاني. انا هون شو بكون عم بعمل؟ عم علمه الفالير، عم علمه القيم بالحياه، وهون بكون عم ساعده تهو ما يكون هذا الولد يلي ما عنده مسؤوليه. لانه من المحلات يلي بتاذي الانفان جاتي مثل ما قلنا بيكون ما عنده مسؤوليه، بيكون كثير ايجوسنتريك مركز على حاله، وهون بصير هيدا الادولت يلي مستقلين على العالم. ما بنشوف جيران بيعلوا الصوت الموسيقى بالليل، مش فرقانه معهم العالم اذا نايمه او لا، او ساعه البدو بده يشتغل ببيته بدون ما يعتذر من العالم. هود الاشخاص هن اشخاص هن وصغار كانوا حاصلين على كل شيء بالمبدا. اكيد نحن هون عم نعمل جنراليزاسيون، في اشياء في غير كايات بيكون، بس نحن عم نقول هذا الشخص يلي حاصل على كل شيء وما عنده قيمه رح يوصل لهذا الادولت يلي اخر همه العالم. اوكي غير الفالير كمان في حملوا مسؤوليه، كيف اعطيه ارجون دو بوش. انا كثير بحب الولد من عمر صغير ببلش اكيد انه مبلغ صغير، وبقول له هذا المبلغ لهالقد وقت صرفته قبل مشكلتك، وعلى شو صرفته؟ انا هون بدي بلش اعوده كيف يتصرف، وهون انا بدي اكون المثل قدامه كيف ساعد الغير، وكيف انا كمان اكون منظمه بمصروفه وباموري كرمال يكون الاكزامبل قدام للاولاد. ريما وجاني شكرا لك، بعرف ان احنا مغنجين بوجودك ريما وبكل المعلومات اللي بتقدمي لنا اياها دائما، فاكيد نحن بنلتقي الاسبوع المقبل بموضوع جديد خاص بهيك باجواء الاعياد، لانه هلا فتره الميلاد والهدايا والليست الهدايا بتكون كثيره، فنختار شو لازم نشتري وشو ما لازم نجيب.